عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أجي واحد محيرني في الحديث، قول. وأبو كريم يعرفني، سلام يا أبو كريم. تفضل. حيرني في الحديث، يعني متفقين عليها السنة والشيعة. حديث يقول متفقين عليها السنة والشيعة، حديث وارد يقول ما بين البيت ومنبري روضة من الرياض الجنة. بس حاليا الحديث شوية تغيروه عن ألفاظ العالم، يقول ما بين القبر ومنبري، بس أصل الحديث يقول ما بين البيت ومنبري روضة من الرياض الجنة. وعمر وأبو بكر داخلين في هذه الروضة. زين، يعني هم هسه حاليا حسب الحديث الرسول هم داخلين بالجنة. داخلين بج. أنا محير بحط. زين، أنا لا، الله لا يحيرك إن شاء الله. أنا أسألك سؤال الآن، الله من يريد يحاسب الإنسان لو يحاسب البيت اللي ملكه. يعني أنا الآن ساكنني ببيت بلندن مثلا، الله راح يحاسب إذا بيتي زين، يحاسب الحيطان لو يحاسبني أنا؟ يحاسب روح طبعا. ايش دخل الحيطان سواء كان حجر من الجنة ولا حجر، وانا انا 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 ماسك الان حجر مثلا احد، مو احد جبل يحب، انا ساكن الان فوق احد، واقف فوق احد، والله موتني ودفنوني باحد. يعني انا دفنوني بالارض اللي يحبها، يعني انا بالجنة؟ لا شيخ، هذا الحديث فرق من الأحد وما أحد. لا ليش؟ اللي يحب النبي يكون ويا النبي لو لا، مو هذا يحب النبي الجبل راح يكون ويانا بالجنة، من أحب حجرا يكون معه، فإحنا واحد راح ندخل للجنة. أجي واحد. إيه. ممكن تنتيني مجال شوية حتى شوية تفهمني الموضوع. زين، تفضل. وراح هذا حديث اكو عليها، مثلا ما مثلا نقول هكذا وهكذا او احد او معروين. الحديث يقول ما بين البيت ومنبري روضه من الرياض الجنه، السنه والشيعه اثنيناتهم متفقين عليه هذا. وثانيا وين لحظه بس طب. ممكن تفضل سيدنا. طيب الان اخونا العزيز، ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه، انا اسالك سؤال. الآن إبليس لعنة الله عليه لما دخل إلى الجنة وفعل ما فعل مع آدم، هل أبقاه الله تبارك وتعالى وتنعم بالجنة بنعم سيدنا الجنة؟ أبقى سيدنا، أبقى دير القناة الله يبارك. نعم حجينا. أم طرده الله تبارك وتعالى منها؟ تنعم بنعيم الجنة أم طرد من الجنة؟ طرد من الجنة. بس هذا غير. لماذا طرد من الجنة؟ لماذا طرد من الجنة؟ لأن خالف أمر الله. لا، لأنه دخلها بغير حق، صح؟ وفعل ما فعل، عصى الله فيها، إضافة إلى دخوله إلى الجنة بغير حق، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ طرده منها، فعل معصية، دخل الجنة بغير حق. طيب ثم ماذا فعل؟ عصى الله تبارك وتعالى، طرده الله. طيب الآن، هل دخول أبو بكر وعمر ودفنهما إلى قرب النبي صلى الله عليه وآله بحق أم بغير حق؟ سيد عد، ويا سؤالك هذا هيك فد شيء بسيط. الأصنام كانت في الكعبة، يعني شنو الأصنام صارت طاهرة؟ لا ما تطهر. أحسنت، خلي يتوكل على الله، خلي يرتاح. طيب. بعد يعني. الآن هؤلاء أبو بكر وعمر، شوف الآن حينما تدخل، شوف خلي راوي المعصية، كم معصية في هذه المسألة. الآن حينما تدخل إلى ضريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السعوديين الوهابية، مملكة الوهابية، شنو كاتبين قطعة؟ ها؟ شنو كاتبين الآية القرآنية كريمة؟ شنو؟ إن الذين يغضون أبصارهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صح؟ نعم صح أخونا العزيز، تسمعني؟
بس جاوبني على سؤالي، هاي الآية موجودة أم غير موجودة؟ أستاذ حبيبي الله بالخير عليك، أنت تكلمت إحنا ما قاطعناك، أنا أريد أوصل لك الجواب. ما يوصل لك الجواب بصورة صحيحة إذا ما تجاوبني. الآن على ضريح النبي روح على جوجل تجد هذه الآية القرآنية الكريمة، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذه الآية موجودة لو ما موجودة؟ موجودة بس استبر. أحسنت، طيب موجودة. يعني ماذا يقولون للذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول لهم احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن لا ترفعوا أصواتكم. طيب أخونا العزيز، أنت ما تعرف أرض الحجاز حينما يحفر فيها ما يحفر فيها بالمساحي بالمعاول، لماذا؟ لأنها أرض صلبة وفيها أرض حجرية. الآن هؤلاء حينما جاءوا إلى ضريح النبي صلى الله عليه وآله وأرادوا دفن أبو بكر وعملت المعاول عند رسول الله، هذا الصوت هل من باب الأدب مع رسول الله صوت المعاول؟ ثم كرروها مع عمر بن الخطاب، والآية القرآنية الكريمة ماذا تأمرنا؟ بأن نغض أصواتنا عند رسول الله. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا البيت الذي دفن فيه رسول الله هو ملك خاص لرسول الله. يا الله تبارك وتعالى أمرنا ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وهذه الآية عامة مطلقة إلى يوم القيامة، ممنوع الدخول إلا أن يؤذن لكم. طيب لذلك إحنا كشيعة إمامية بخلاف مخالفينا حينما نأتي إلى زيارة رسول الله أو إلى زيارة إمام من الأئمة، ماذا نقول عندما نريد أن ندخل؟ نقول اللهم إنك قد منحت الناس أن يدخلوا إلى بيت من بيوت نبيك صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإذنه، وأنا أستأذنك يا ربي أولا، وأستأذن رسولك ثانيا، وأستأذن خليفتك الإمام الفلان مثل الإمام علي عليه السلام، حسين عليه السلام المفروض علي طاعته ثالثا، فذلي بالدخول أفضل ما أذنت، نستأذن قبل أن ندخل. طيب هذا ما علمونا إياه أهل البيت. طيب الجماعة ماذا فعلوا إخوان الأعزاء؟ بدون أن يأذن لهم أحد ولم يوصلهم النبي صلى الله عليه وآله قال تعالي أبو بكر اندفن بصفي، تعالي عمر اندفن بصفي، لا بل دخلوا مغتصبين، دخلوا هذه الجنة التي تقول أنت غصبا كما دخل إبليس غصبا. تقول لي لا، أقول لك أعطيني من الذين أذن. هذا البيت ملك لرسول الله وليس ملك لا لعمر ولا لأبي بكر، فمن الذي أعطاهم الإذن أن يدخلوا بل يدفنوا في هذا المكان الذي هو ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب إذا قلت ما تركناه صدقة، وهذا مما صدق عامة لعموم المسلمين وليست حكرا على أبي بكر وعمر، إذن يجب أن يستأذنوا من جميع المسلمين إلى يوم القيامة، واضح؟ فهما في كل الأحوال مغتصبين. فالمغتصب أخي العزيز دخل مكان ليس له فيه حق، يدخل بالجنة يدخل وين ما يدخل في أي مكان يدخل لا يتنعم بنعيمها، هذا إن ماذا أعطيناك يعني تنزلا، وإلا هناك إجابات أخرى. دخل إلى مكان ليس له بحق، دخل مغتصبا، فكيف ينعم الله تبارك وتعالى إنسان بمكان فيه نعيم وهو دخل مغتصبا له، ظالما لغيره آخذا حق غيره بأي طريقة أخي العزيز؟ إذن الله تبارك وتعالى غير عادل، وحاشا لله تبارك وتعالى. ثانيا أخي، إجابة أخرى، الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ضرب لنا مثال صريح واضح جدا، بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم. زين الآن الكلب مع أهل الكهف، مدفون مع أهل الكهف، هل يتمتع بنفس القدسية ونفس الطهارة ونفس الرمزية ونفس القرب من الله تبارك وتعالى كما تمتع هؤلاء الذين معهم؟ هل تقول بهذا؟ ما تقول بهذا. لماذا؟ لأنه كلب نجس أجلك الله. فكذلك أبي بكر وعمر حالهم حال الكلب، نفس الشيء حالهم، وإن كانوا قد دفنوا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في بقعة مباركة زين مقدسة، فهم حالهم، أضرب هذا من باب المثال مو من باب الشتيمة، يعني أقصد حالهم حال هذا الكلب، نفس الشيء.
إذا الكلب ينتفع فهم ينتفعون. طيب لذلك دعبل بن علي الخزاعي، دعبل معروف شاعر العرب وديوانه معروف، حينما جاءوا بالإمام الرضا عليه السلام وأدخلوه ودفنوه بالقرب من هارون اللعين، دخل على المأمون قال أنشدني رأي، قال أنشدك الرأي ولك الأمان، قال ولي الأمان، قال نعم، قال قصيدته المعروفة، قال قبران بطوس خير الناس كلهم وشرهم كلهم هذا من العبري، خير الناس كلهم وشرهم كلهم هذا من العبري، ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فخذ ما شئت أو فضل. فذر كل إنسان عمله. بس فت سؤال